sing song tells me we're through yeah but i can't turn it off cause it's the truth and it goes like yeah, yeah. السلام <سؤال> عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله <سؤال> جميعا مقطع اليوم باذن الله بيكون عباره عن جيم 1 في 1 زي ما طلبتوني في المقطع اللي فات كتبت في كومنت اذا تبون جيم 1 في 1 علموني وما شاء الله لاحظت ان الاغلبيه يبون جيم 1 في 1 صراحه انا الان قاعد العب على الساعه 8 و47 صباحا فاتوقع انه ما راح يكون في اجيام كثيره مره اذا ما في بنحول تو لكن قبل اخليكم على المقطع ايش اكثر طور تبوني اصوره غير ال1 في 1 و2 في 2 و3 في 3 اكثر كومنت يجي عليه لايك أه بص... بحاول اني اصوره ان شاء الله اذا اقدر عليه أه اتوقع ان اغلبكم بيقولون الداشات اللي على الجدار أه لكن بحاول ان شاء الله اتوقع اني سبقت لكم عني والله ما ادري ايش تبون لكن انا ابشر بحاول باللي تبونه فاتمنى مقطع اليوم يعجبكم لا تنسون اللايك والاشتراك وات جيم 1 في 1 على طول وما oh قامي او مدري اوكي بحاول يفوز بالجيم أنا والله يا عيال اني من اليوم قاعد العب واخسر كذا تعرفون القاعده مع اخوياك تقعد تسولف تهبد تخسر ما تطق خبر والله هذا اللي حاصل لي بوستي ستة اممم وجيح العب زين الله يرحم والديك العب زين بوستي ستة طابع الكورة ليه يعني صدق طيار دربل ريست اوكي والله قراها شفت اني قرد قرد انا سبحان الله ما ادري ليه سالتكم اخر مقطع قلت لكم تبون فيون اوه ماي جاد اي مي يا صاير الاكسنت عندي كذا كاني ذولاك ما ودي اقول اسمها عشان ما القم باند في اليوتيوب عرفتوا هذيك الكلمه ال 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 هذا شوف 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 العم القهر والله كانت كلوس اوكي طيرتها اتوقع انا لا والله استل الكوره عنده اوكي حلو 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 تردد <applause> جاي مروق ها آه وانا من داخلي نار الموت 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 حلو حلو اخذت البوست الكورة وبسم الله هوبا نوديها الجدار شوف 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 الحركة هذه يا نفر تطير ندفها دفها تسوي نفسك خلص البوست بعدين مرة ثانية بعدين تلقى من يا وجيه والله ما ادري وش قاعد اسوي فيك. اوه والله جابها فليك واو والله بغي يجيبها معليش والله على الكيبل مانجمنت والله اني قاعد احاول اضبطها باسرع وقت لاني انا قبل كان بي هنا في الجهه هذه حولت هنا ولعل الكيبل مانجمنت اللي هي توزيع الـ 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 الاسلاك صارت بيض عندي حوسه مره فشوف شوفوا هذا الهدف فليك هاي ليتس جو مي كلكم انا ما ادري فيني على كلمه مين ذي هذه تقهرني ما ادري ليه قاعد اقولها واجد واي دو مي لا خلاص خلاص صاير ماشي انا اسوي فيها انجلش وانا 1 2 3 ما اعرف اقولها اوبا اوبا بسم الله تروح للشيرينج يكون معك جمب تضغط اكس لا صفقه صفقه بسرعه صفقه والله هذا ما يبي لي تصفيق يبي لي قوس على التشيس لل... الله يستر حلوه منه بس كنت متوقع هذا الشيء فعشان كذا انا اشوف بالون فيون انك لا تصير سبك زيي كذا ت... سبك مره ثانيه البوست ما طلع لي بعد تكفى الله يرحم بوست بوست ابي لو حب ايوه ايوه ليتس جو بلموت اوكي قريت هذه. اوه اوه العب عليه الحين بلقم العب, ألعب عليه بعدين القم. يا اخي انا انسان صاير تعبان في الدفاع. شوف 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 بعدين ويجي يلقم فيك. والله اني صديته بس ابي اعذر بسرعه بسرعه ابي اي عذر. آه. الاكس عندي آه خربان. يا اخي سبحان الله طنيبه طنيبه قسما بالله اني طباقه الله حتى الكيك اوف يا اخي اقسم بالله الله ابو اللعب يا شيخ والله يشوف يعني اول جيم ما يحسب انا عن نفسي اول جيم والله أنا اول جيم ما حميتها ابد صح اني لعبت يمكن قبل ثلاث ساعات لا خلنا نحط توز ماني حاط يورو بميدل ليه يدخلني ميدل؟ احتاج 12 نقطه والله كثيره وش ذا؟ ما آه انا فيك فيك مستي لا ما لوك طيب بعدين سويت ريست خلاص انقلع ورا يلا مرماك يا وجيه لا تسوي ميكانيكال. إيه يا شيخ انا اعلمهم شلون التمزيع. شو اوه بزر صح؟ ايوه والقوم هيا شد عليه يا وجيه هيي هي, هي علمه شلون يلعب زي زي لعب الايميل تشوفون انا كذا بغل الله يقلع راس العدو باك باك خلنا نسوي رايت عيني شو في هذا بلوك ايوه بس انا ليه طرت كذا اخي تحت المرمى والله تحت في الدور اللي تحت اي كف جو شو بطير, بطير بطير بصير واحد كذا بزر كريه يا شيخ هذا لعب لعب مبزرة اوي اوي محمود تكفو كفو لا مو كفو ايش فيه؟ انا اليوم زعلان على نفسي ولو يقول احنا مرة محظوظين حظنا بيض يعني لا 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 ما ترجع ما ترجع مالك عليك مالك عليك. ترست مي لوك ات شوب شوب سوي كذا ريست ابو بليس كليت يا اخي ايش اللعبه okay, حلوه ايه بجي جمب ام ام القهر يا شيخ فك, فك, فك اوب أو اوب اوب طيب وجي لقم لا <تعلم> لا ما القم انا شوف شفت كذا داش بعدين واجي شوف <ها> هنا فيك لي <هين وفي أكلي> بس يعني <applause> يا ربي الفيك الفيك ما احبه يا عيال غمض والله ما اشوف اوكي خلاص يا عيال احس بحذف روكت ليك كان المرمى اوبن تكفى اوبن اوبن عمري يا شيخ والله انك لعيب انا اسف ادري اني بيض بس ايش نسوي؟ مع أنه سكور منا عشان ابين لكم ان السكور ما هو شيء اساسي، طبعا تستغربون بتقولون كيف تعرف ان هذا الكيك اوف أولي او لي وانا ما ما اكتب لا اي ولا معي هو في في السواليف يعني ما ما اسولف مع مايك. قانون هذا فروكت ليك ليج يعني من الرولات ان الليفت اولويز جو يعني اليسار هو اللي دائما يروح اذا ما حد تكلم. اللي بي اللي اذا كان يمين تبي تروح تكتب اي نيت جي جي ابو اسماعيل والله يسوق كم سيف عندي سكوري ألف واللي ضدي كلهم ألف يا عم ما اقول كل اقيامي خسارات والله العظيم اني كنت بقول اني بطلع من روكت وبسجل تصوير مره ثانيه بعد بعد الظهر لان قيام الظهر مره كثيره بس كويس انه دخلني جيم فهذا اخر جيم بوقف كذا ابو ساعتين ثلاث ساعات الحين الساعه 9 ونص تخيلوا بادي تصوير من الساعه 8 ونص الظاهر ما ادري 8 ما لعبت الا ثلاث اربع ايام وكلها بحث ورا بعض ما اوقف ابد شوفوا كم جيم دخلني شوفوا كم كي... كم كم حقنا العراق سلموا علي تكفون شد عليه هي يا شيخ يا قرد يا اللي معي يا اخي سهله الله يرحم امك مو بلازم انا اصير في المرمى 24 ساعه يا ترى والله اشوف الصدق اني تراني من بفاصل يعني في ناس يحسبوني ازعل كذا ولا معصب ولا بس يعني كانت سهله يعني يعني يقلع يقلع هذا اللي يقولك من انا بزعلان ويفصل البوست ما انت ماخذه يلا ضف وجهك انت ستيل ما انا بزعلان تراني ابو شوتي يا شيخ جب جب جيب الكرة انقلع هدفك والله لو انه مضيع ما عندي قزاز انا بالعاده والله في البثوث كذا يكون عندي كوب مثلا اشرب فيه والله لا أصن مع راسه لا اخلي راسه ينكسر يلا عندك عندك شوف المره هذه قال قلت ليه؟, ليه؟ لانه أنا... لاني بلقم لا صديته اعطيه داش شفتوا كيف سبقته وهو اقرب صدقني ما سبقته بس قربت من عنده اكل تبن اوكي تعال بوف واو بغيت صد يما شوف شوف التسبيك بيشوت هو على طول ايه واو نايس يا حبيلو انزل سوري خو... وو. يا خو واو يا اخي خلاص اي سي فورفت علينا الحين والله لا جده اخي سي فورفت صدق ما بعد ما بعد والله خربت عليه فيك يا عيني نايس والله فيك ترى انا هذا اللي نش... اخر مره شفته كذا لف يمين يسار هذا اللي شفته شو شوف شوف أوه. اوه ماي جاد اوح والله احصائيات مره عندنا عشر شوتات لا والله الصدق يعني ياب ياب ما ضيعنا ولا شوتة معلومة رياضية دامي رياضيات يعني بسوي نفسي فيها رياضيات وانا عندنا عشر شوتات خمسة هدف وخمس سيفات معناته ما ضيعنا ولا واحدة يعني ما ضيعنا ولا واحدة يعني برا معلومة من ما من أم أم أمه فايد واو واو هذه فايدة اللي يسولف واجد شفت شلون نايس <applause> ون مور تاتش لسه سرقت ليك شوف شوف خليك غبي كذا طب عليه زي البغل فيك ايه اثنينهم طبوا يا ابوي ايش فيه؟ مكتوب على راسي قريت جي اوف حلو يعطيك العافيه اوه رسبا بوجهي جي جي هلا والله بالشباب مرة ثانية الحين الساعة 1:13 دقيقة والله بحثت ونز يمكن 14 دقيقة ولا دخلني أي جيم والله فكت قسم بالله والله إني ودي ألعب ونز من زمان ما لعبت ونز فالزبدة ذا أول جيم والله بعد آه بعد ما شو اسمه وقفت آه بس صدق جيمة في صارت أسرع لكن الون في وان ما ستيل كذا شاد حيله واضح واضح إنه وجهي إني انتظرت واجد لين ما مليت فكت شوف شوف هذا هدف أوف. والله يا عيال اكثر انسان يكره الار انا ترى ما اشغل ار جي بي البي سي اللي تجي تصور من ايام البي سي القديم كذا دائما يكون سكاتي بس حرفيا الشيء الوحيد دائما يكون 24 ساعه شغال الشاشه حقت المبرد لان يكون فيها حراره المعالج اختار الضغط على الكرت يعني اما الـ 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 هذا الباقي والله اني ما دانيه مالك حبيبنا جست ستوب ايش؟ جوست just... وين اسمه هو دقيقة جوست just... ستوب دقيقة دقيقة واو wow! <applause> متنا هدف 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 قهر يا اخي عدم اثنين اسمه كانت صعب اتس جوست جوست انطق اسمه اوبتايموس ما اتوقع هو حطه كابيتال بمعنى انه حرف كلمة من اكل تبن اوكي اوه هذه لعباتي اه ها والله اقلع الكنترول يا ف انا ما ادري شفيني ليه ما ينفجر واسطه يعني يا ابو الحاله يا شيخ لا 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 ما تعطيهم انت بعد صار دميجه ذا ايه سلتها بنش على المرمى تك نايس قهرني والله قهرني من اليوم اصدم ما ينفجر والحين سوري سوري خلاص سوري مره ثانيه ذاتس واي وي دونت ريسبكت 99% اوف اربس فكرت هدف بغيت اكتب له والله ما لها دخل شوف كل الناس يتكسكون ترى صلت له قلت له يعني كل الناس عادي يتكسكون في ليج هذا شيء طبيعي قال لي لا كتبت له كلمه كذا لا يا مخرج يا وجي طبعا انا المخرج انا اللي منتج اتمنى اني احجبها بس اذا نسيت يعني ما حجبتها يعني استروا علي زبده يا عيال والله معليش يعني على المقطع القصير بس والله يعني من من ثمان ونص تقريبا او 48 الى الساعه واحدة ونص ادور اقيام ما فيه يوم السبت بينزل لكم مقطع جديد كذا يعني كويس بجيب سي القديم ابى منتج الاقيام اللي في السيزون اللي فات اقيام ضد مارك باي 8 اللي بفريق مون كيمون اللي فازوا في كاس العالم الاخير قبل شهر بنزل اقيام ضد ايتاتشي اللاعب المغربي اللي يلعب مع استرال نولي هو اللاعب ايتاتشي لعبت ضده يمكن ثلاثة ايام ايام يعني زبده مره قويه بس انها في البي سي القديم هذا هذا الشيء اللي مخليني مالي خلق منتج فان شاء الله يوم السبت بحاول اني انزلها يوم السبت فخليكم موجودين يوم السبت ان شاء الله بيكون مقطع شويه يعني مرتب اشوفكم ان شاء الله على خير في امان الله